لبنان، نقدم لكم نشرة للأخبار مع آلان صغيب عيسى، ميشيل الصيفي وجوزيف كريم على التنفيذ. العناوين. في ضوء تشديد الإجراءات على السحوبات، هل هناك مخاوف من إقفال المصارف؟ أزمة غاز تلوح في الأفق في ضوء نقص السيولة بالدولار. ترامب: إيران لن تمتلك السلاح النووي أبداً. وظريف يقول: نهاية الوجود الأمريكي في المنطقة بدأت. معلومات جديدة عن فرار غصن استقل قطاراً من طوكيو إلى أوساكا. اعتبارا من غد سيتبين الاتجاه فيما يتعلق بالحكومة، هل ستولد قريبا أم تتأخر؟ وهل ستبقى على الأسماء التكنوقراط نفسها أم ستتغير الأسماء لصالح السياسيين في ضوء المستجدات التي طرأت بعد مقتل قاسم سليماني؟ في أي حال، هذه الحكومة يؤلفها فريق واحد من بين القوى السياسية التي رفضها الشارع، فكيف سيكون في إمكانها حل المعضلة الاقتصادية التي يتوقع أن تزداد قسوة؟ الصورة غير واضحة في أي حال. وإذا كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد حيد لبنان مبدئيا من الرد على مقتل سليماني، إلا أن الحزب سيكون أكثر تشدداً في تمسكه بمواقعه الحكومية في الصراع الحالي مع الولايات المتحدة. أما الملف الاقتصادي فهل سيكون له مكان لدى الحكومة العتيدة إذا ما تشكلت قريباً، فيما تزداد الأمور سوءاً يوماً بعد يوم؟ في ضوء تشديد الإجراءات في المصارف على السحوبات، هل من مخاوف من إقفال المصارف؟ وأي مسار مالي مرتقب في العام الجديد؟ تقرير مروان الأدوم. تتكرر الاعتداءات اليومية على المصارف اللبنانية في مختلف المناطق منذ اندلاع ثورة 17 الأول، وازدادت هذه الحالات لتصل إلى اعتداءات بالضرب والتهديد للموظفين وأحراق وتكسير بعض فروع المصارف، بعدما اشتدت التدابير واقتصرت السحوبات على مبالغ ضئيلة جدا بالدولار وباقي العملات الصعبة، وحتى تم تحديد سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية. خطة جمعية المصارف بالتعاون مع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي لم تفلح حتى الساعة بالوقف النهائي للإشكالات والاعتداءات على المصارف، فكيف يمكن تحديد قاعدة عمل مشتركة بين المصارف والمودعين والزبائن لتفادي ما يحصل يوميا؟ الخبير في هذا الشأن الدكتور شاربل سكاف وصف المشكلة والحلول الممكنة. الإجراءات هذه مؤقتة واستثنائية بانتظار حل السياسي والاقتصادي للمشكل. طبعا هالموضوع هيدا انعكس سوء تفاهم بين المودع وبين إدارات المصارف، وانعكس توتر بين المودع وبين الموظفين في المصارف. اليوم المطلوب هو التفاهم المتبادل بين المصارف وبين المودعين. مطلوب من المصارف أن تعطي التطمينات اللازمة للمودعين، تشرح لهم أكثر، تفسر لهم أكثر التعميم الصادرة، وبالمقابل كمان مطلوب من المودعين التفهم ومساعدة المصارف على تخطي هالمرحلة هيدي، لأنه آخر النهار كلنا بقلب سفينة واحدة، والمطلوب اليوم هو إنقاذ هالسفينة. هالأساليب العنفية هيدي بالعكس بتأدي لتفاقم الأزمة وبتعرض الناس لخطر منه مبرر وبتفاقم الأزمة. اليوم المطلوب بالعكس هو الحلول لنطلع من الأزمة، مش مفاقمة الأزمة. أما الحل يبقى هو بإيجاد حل سياسي سريع يعيد الثقة ويعيد الحركة الاقتصادية للبلد، يلي هو بيرجع بعيد التوازن يلي كان قائم من قبل، وبيرجع بعزز الثقة المتبادلة بين البنك وبين المودع يلي هي أساس كل عمل. مصادر مصرفية أكدت لصوت لبنان أن لا خيار أمام المصارف إلا الإقفال إذا استمرت هذه الاعتداءات التي لا تخدم المودع ولا المصرف ولا النظام المالي اللبناني ككل، وأشارت إلى أن سقوط القطاع هو سقوط لآخر عمود زاوية في النظام اللبناني الاقتصادي، وعلى الدولة والمواطن والمصارف تحمل مسؤولية مشتركة لأن لا خيارات أخرى. مروان قدوم، صوت لبنان.
رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد رأى أن القطاع المصرفي مطالب بإجراءات واضحة ومتفاهم عليها، مضيفا أن القرارات الأحادية والاستنسابية لم تعد مقبولة، وأضاف أن الكشف عن حقيقة الواقع وماهية الإجراءات في المرحلة المقبلة وتوحيد معايير التعامل قد يخفف من الصدام مع موظفي المصارف ويسهل تيسير أمور صغار المودعين والمؤسسات. إلى المصارف، يبدو أن في الأفق أزمة غاز بسبب عدم توافر السيولة بالدولار. المزيد من التفاصيل لمجدولين عيد. في ضوء الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المواطن، تلوح في الأفق قضية فقدان الغاز من الأسواق جراء الاستنسابية التي تمارسها شركات الغاز في تسليم المادة لوكلاء المناطق. ومن تجليات بوادر الأزمة إقفال إحدى الشركات أبوابها أمام الوكلاء وتمنعها عن تسليم حاجات السوق. فما هو الواقع في ظل الأحوال الجوية الباردة والحاجة إلى هذه المادة؟ نقيب ملكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أطوان يمين أجاب عن هذا السؤال. الشركات عندهم مشكلة مع مصرف لبنان، مثل ما بيدعيوا أنه مصرف لبنان ما عم بيحول لهم مصاري لبرا إلا من ضمن المصريات الدولار الفريش موني اللي بدهم يسحبوها من السوق من الصرافة، من مالهم اللي بيضلهم البنوكي ما عم بيقبل يحول لهم. فهي الكمية اللي عم بيسحبوها يلي هي 15% ما عم بتأدي يجيبوا بواخر كبيرة. بالأول كانت تيجي الباخرة 30,000 و20,000، هلا عم تيجي الباخرة بحدود 3,000 طن. هيدي القصة اللي عم تخلق هالأزمة وعم بيصير في تأمين. وبعدين في شغلة تانية كمان، حتى الشركات في عندهم أغلاط المستوردة عم بيبيعوا خلافا لقرار المديرية العامة للنفط، عم بيبيعوا شركات غير مرخصة، وهالشركات الغير مرخصة عم بتبيع صهاريج بتتجول بالأحياء واحد، كمان هيدي بتسحب من قدام الوكلاء. شركة واحدة من بين الخمس تلتزم بقرارات المديرية العامة للنفط بحسب يمين. نطلب تطبيق القوانين ورعاية هالأمور، القرارات اللي بتطلع يكون لها حماية. هاي المشكلة. وإذا كان مصرف لبنان عم يدعي أنه عم بيحول من طالب حدا من خلال كون يكون في لجنة تحقيق، لأنه ما معقول السوق يضل مقطوع ويضل في تأمين. رغم الأمال في تحول لبنان إلى بلد منتج للغاز، ليس مستغربا أن يتغلغل الإهمال إلى داخل المنازل، ويضطر المواطن دائما إلى دفع فواتير عجز الدولة عن تأمين أبسط حقوقه. فهل يبقى غاز لبنان بمنأى عن خطر الأزمات؟ مجدلين عيد، صوت لبنان. التحركات استمرت اليوم، وتحت جاء شعار جامعات لبنان تنتفض، نظمت مجموعة شبابية تحركا ومسيرة انطلقت من أمام قصر العدل ووصلت قبل قليل إلى أمام مجلس النواب. نحن بنعتبر أنه الجامعات هي عصب الثورة، وطالما الجامعات عم تنزل على الشارع طالما الثورة بخير، لأنه نحن بالنهاية تحركاتنا تحركات مطلبية لصالح خريجينا اللي عم يتخرجوا ما عم بيلاقوا فرص عمل، عم يضطروا للهجرة. نحن أول شيء عم نقول بدنا نسترجع عملنا المنهوبة وبدنا استقرير القضاء، فمن هون نحن هلأ عم نبلش من قصر العدل، نرجع على جمعية المصارف لأنه فعليا بدنا إجراءات مالية توقف الانهيار المالي اللي نحن فيه، بس كمان ما ندفع حق الناس، تدفع حق الناس اللي نهبوا المصاري على مر 30 سنة. والشيء الثالث هو نخلص برياض صلح، نكون عم نساهم انطلاقا من دورنا كأساتذة الجامعات وكطلاب بأنه نقول هيدي الثورة بقى نبني دولة بالمرحلة المقبلة. وانطلقت مسيرة من مصرف لبنان إلى وزارة المالية مرورا بجمعية المصارف، وردد المتظاهرون هتافات طلبت بتعديل النظام المصرفي وكشف الأموال المنهوبة. حابين نجي لهون اليوم لنقول انه كفى اذلالنا للشعب اللبناني. الاموال عم تتهرب لبرا بمبالغ كتير ضخمه، معروفين مين اللي عم بيهربوها، السياسيين كبار المودعين، وعم بيكون كبش المحرقه او عم بيكون دائما الطرف الضعيف باي حراك او باي تضحيه هو الانسان الفقير، الانسان اللي عم ينزل كل يوم ليقبض 100 دولار و200 دولار. اختيار وزير الماليه، ومن هو وزير الماليه؟ هل سيواجه وزير الماليه جمعية المصارف وسليم صفير؟ هل سيواجه وزير المالية حاكم مصرف لبنان والسياسات النقدية والمالية؟ هل ستتغير في الحكومة البرامج المالية والسياسية والنقدية والاجتماعية؟ وتجمع عدد من المحتجين أمام ثكنة صربة للمطالبة بالإفراج عن الناشط في الحراك جورج أزي.
بعد في نص ساعة ما طلع كل واحد بمنطقته ينزل ويقول أنا جورج أزي، أنا جورج أزي مع الحق والحق معه. أول شيء البنك ما فينا ندعي عليه، ممنوع ندعي على البنك إذا قلنا مصاري مزبوط ولا لا، بأي حق البنك بده يدعي على العالم، هاي أول شغلة. تاني شغلة جورج أزي ما حرق البنك، هاي أول شغلة. إذا هن بدهم يخلونا نفوت بمعركة معهم، هيدي قصص تلفيق التهم وقصص، هيدي الخبريات تبع النظام، هيدي تبع النظام السوري نسيناها من زمان. بس خففنا عليهم ضغط المظاهرات بلشوا يعتقلوا بالعالم. كرمت إيران اليوم قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد، وتجمع الآلاف بالقرب من جامعة طهران، حيث أما المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي صلاة الجنازة، وإلى جانبه الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري حسين سلامة وقائد فيلق القدس الجديد ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي. وقبل قليل وصل جثمان سليماني إلى مدينة قم الإيرانية. وأظهرت لقطات للتلفزيون الإيراني بكاء خامنئي خلال تأديته الصلاة وسط تأثر شديد من الحشود المشاركة في التشييع. مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أكد أن على أمريكا مغادرة المنطقة، وما لم تفعل فأن عليها التعامل مع فيتنام جديدة. ووصف ولايتي قرار ترامب باغتيال قاسم سليماني بالخطأ الاستراتيجي قائلا سنجعله يندم على ذلك. قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني قال في أول تصريح له إنه سيقاتل لإخراج واشنطن من المنطقة بشكل نهائي. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر أن نهاية الوجود العسكري الأمريكي السلبي في الشرق الأوسط بدأت عمليا. كتائب حزب الله العراقية هددت بالعمل على منع تدفق النفط الخليجي في حال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على العراق، وحذرت من أن القواعد الجوية الأمريكية ستتحول إلى ركام إذا أصرت واشنطن على البقاء في العراق. إلى ذلك لم يستبعد رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن ترجع إيران ردها إلى مرحلة مقبلة حتى تخفض الولايات المتحدة وحلفاؤها مستوى التأهب. وفي تقرير رفعه إلى الرئيس الإسرائيلي بشأن الوضع الاستراتيجي للعام 2020 لاحظ أن خطر وقوع معركة عسكرية في شمال إسرائيل ازداد هذا العام بشكل كبير، وقد يسفر عن الانزلاق إلى حرب جديدة في لبنان في أعقاب رد إيراني محتمل ضد أهداف إسرائيلية. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً. وأعلنت مستشارة البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، وأشارت إلى أن ترامب منفتح على ذلك إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كبلد عادي. وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أكد أن المملكة حريصة على عدم تصعيد الوضع في المنطقة، مشددا على ضرورة حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن من أي مخاطر. وفي الرياض أعلن عن تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه السعودية يحمل اسم مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا استثنائيا على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق في شأن إعلان إيران تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي. وزارة الخارجية الروسية اعتبرت أن قرار إيران عدم الالتزام بالقيود على تخصيب اليورانيوم لا يشكل أي تهديد بانتشار الأسلحة النووية. وبحث وزير الدفاع الروسي مع مدير المخابرات التركية عبر الهاتف الإجراءات الممكنة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط. ميدانيا المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن الميليشيات الموالية لإيران في مدينة البوكمال أخلت مقراتها تحسبا لأي قصف وانتشرت على ضفة نهر الفرات. بعد الفاصل دريان يقول لم أدعم أي من الأسماء المرشحة للتوزير. المدارس أمام مصير مخيف، فهل العام الدراسي في خطر؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنة رحمي وأمين عام المدارس الإنجيلية نبيل قسطة ومعنيين، الثلاثاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوال ليشا عبود
عبر صوت لبنان. نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى كل ما ينسب إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن دعمه أو اختياره بعض الأسماء المرشحة للتوزير في الحكومة، مؤكدا أن كل ما ينشر في هذا الإطار هو عار عن الصحة. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انتقد في عضة عيد الدين حرقلة ولادة الحكومة. من واجبنا أن نخاطب دائما ضمائر المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ولادة الحكومة الجديدة، وإن نذكرهم أمام محكمة التاريخ بأنهم هم الذين أوصلوا لبنان إلى الحضيض الاقتصادي والمالي والمعيشي بسبب سياسة المحاصصة في الوظائف والمال العام التي انتهجوها، والإقصاء والتفرد لأغراض خاصة. الكاثوليكوس أرام الأول اعتبر في عظة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية أن اللامساواة الاجتماعية وهدر المال العام للشعب الكادح لا يمكن تحملها والسكوت عنها. وعد فتح طريق عام تعلبية سعدني العصر اليوم بعدما تم إقفالها لساعات عدة إثر تطور خلاف بين شخص من آل زعيتر وآخر من آل معروف إلى إطلاق نار أدى إلى إصابة معروف بجروح. وعلى الأثر نفذت القوى الأمنية مداهمات بحثا عن زعيتر الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة. أعلنت اليابان أن في إمكانها مطالبة لبنان بتسليم الرئيس السابق لنيسان كارلوس غوسون، وأشارت وزيرة العدل اليابانية إلى إمكان تقديم طوكيو طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم. إلى ذلك نشرت معلومات جديدة عن طريقة فرار غصن من اليابان، أفادت بأنه استقل في 29 من كانون الأول قطارا سريعا من طوكيو إلى أوساكا برفقة عدد من الأشخاص الذين لم تحدد الشرطة اليابانية هويتهم بعد. وقالت NTV اليابانية أن غصن استقل سيارة تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك. أشارت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني في خلال زيارتها سد المسيلحة إلى أن ثلث السد امتلأ بالمياه بفضل غزارة الأمطار. اليوم هيدا السد هلأ هو فاز التستينج تبعه، يعني بدنا بين سنة وسنتين تنكون أكيدين وخلصنا كل الأشغال الإضافية المتبقية. هلأ خلال هالسنتين رح يكون عم بيتوزع على الري لقطاع الري تيستعملوه، هالوقت كمان عم نكون عم نخلص محطة التكرير تا مية هالسد توصل على البيوت. بيتوزع على تقريبا 30 ضيعة على ساحل الباترون. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان استئناف ضخ المياه بعدما أنجزت إصلاح العطل الذي طرأ قبل 3 أيام على خط 1200 الذي يتغذى من محطة دبي الرئيسية ويعمل في توريد المياه إلى محطات ساحل المتن وخزانات تلة الخياط وبرج أبي حيدر في بيروت. وقفة تضامنية مع الدكتور عصام خليفة في معهد الآباء الكبوشيين في الباترون. نعلن باسم أصدقاء ومحبي ومؤيدي قضية الدكتور عصام خليفة وباسم كل إنسان شريف أن هذه الوقفة هي بداية تحرك واسع وليست مجرد محطة. نعلن أننا لن نهدأ قبل إحقاق الحق ولن نسمح بمس الكرامات مهما كلف ذلك من جهد ومن نضال. سقفه القانون وغايته العدالة. حذرت السلطات الفرنسية من عودة تنظيم داعش الإرهابي من جديد نتيجة تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لوميير إن التوتر الحالي في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي ويساعد تنظيم داعش على العودة مجددا. وأوضح المسؤول الفرنسي أن عدم الاستقرار سيزيد من خطر الإرهاب على فرنسا وأوروبا. والآن نبقى مع الأحوال الجوية مع جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد في مطار رفيق الحريري الدولي. إلى
يستقر الطقس تدريجا اعتبارا من اليوم الاثنين، ليعود ويتأثر بمنخفض جوي جديد اعتبارا من ظهر الثلاثاء، يحمل معه أمطار والثلوج على المرتفعات، ومن المرجح أن يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع. الطقس المتوقع في لبنان دائم جزئيا واحتمال تساقط أمطار محلية في المناطق الشمالية. يستقر الطقس تدريجا ويتحول إلى قليل غيوم مع رياح ناشطة تقارب 60 كيلومتر بالساعة وارتفاع بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ثلاثاء غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول اعتبارا من الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في الجنوب، ومن المتوقع أن تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب 75 كيلومتر بالساعة، يرتفع معها موج البحر إلى 4 أمتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتتزن ليلا لتلامس 1100 متر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية. إذا كان في النشرة: في ضوء تشديد الإجراءات على السحوبات، هل هناك مخاوف من إقفال المصارف؟ أزمة غاز تلوح في الأفق في ضوء نقص السيولة بالدولار. ترامب: إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا. وظريف: نهاية الوجود الأمريكي في المنطقة بدأت. معلومات جديدة عن فرار غصن استقل قطارا من طوكيو إلى أوساكا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.